بالصدفة البحتة تماما والله. ففتت لقيت انه في مسابقة عن تصميم فيلم رعب، فانا بلشت اخد اتواصل معهم عبر الايميل بشكل رسمي، فهن بعثوا لي عبارة عن صورة البطل اللي هي بالفيلم القادم. اخذت انا هالصورة وبلشت هن طلبوا مني انها تكون عبارة عن زومبي ضمن فيلم ضمن مدينة انه هي عم تحكي قصة وعم تغامر يعني ضمن مدينة الزومبي مثل ما شفنا بالتصميم. بعثته بإيميل رسمي وأنا كان أكثر من أسبوع ناطر، بس أنا ما بحب أحكي لي يطلع النتيجة. وفضل من رب العالمين بعثوا لي إنه أنا فزت بهي المسابقة من بين مجموعة المصممين. هن قالوا لي إن هن 11 واحد موجودين من جنسيات أمريكية ومصرية، والهنود منتشرين بشكل رهيب. عم يقولوا لي وأنا كتير يعني الواحد بيتساءل إنه في إنه أنت وصلت فكرة إنه موجود مصممين بسوريا قادرين أفضل من أمريكا، أفضل من الهنود، أفضل من أي حدا. نعم. يعني ما لنا فئة قليلة.